يعني دي اهم وابرز الامور. خلينا اتكلم معاكم سريعا قبل ما اروح لفاصل عن التساؤل اللي بيساله كتير جدا من جماهير النادي الاهلي، وهو الصفقات، وهل الاهلي خلص صفقات، هل الاهلي تعاقد مع لاعبين، هل الاهلي شغال في الملف ده ولا لا. انا عايز اقول لحضراتكم، هي رساله لجماهير النادي الاهلي وتساؤل في نفس الوقت، هل ده الوقت المناسب للحديث عن صفقات جايه ولاعبين جايين وكلام من ده، وانت عندك منافسه غايه في القوه والصعوبه على بطوله او على 3 بطولات دوري واثنين كاس؟ طبعا مش ده الوقت اطلاقا، لكن كل نقدر نقوله ايه لحضراتكم؟ كل نقدر نقوله ان في شغل كبير جدا بيتعمل من الناس المسؤوله عن ملف تعاقدات في النادي الاهلي والمسؤولين عن اختيار العناصر اللي تكون اضافه بالنسبه للنادي الاهلي. يعني الناس شغاله، مش ساكتين. الناس عارفين كويس جدا ان طبيعي اي فريق بطل بيبقى محتاج تدعيمات، حتى لو انت عندك فول تيم اكيد هيبقى عندك بعض الثغرات اللي هتحاول تسدها بالصفقات، الصفقات هتكون مميزه. فمن الناحيه دي اطمنوا، سيبوا الناس تشتغل، اطمنوا خالص، خلينا مركزين مع الفرقه والتحديات الصعبه اللي الفرقه مقبله عليها عشان باذن الله نفرح ب3 بطولات محليه.